Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to. فيديو جديد او فلوك جديد، كنتمنى انكم تكونوا مزيانين وبخير. اليوم غديكم معايا سفريه نحو مدينه شاون اقشر نواحي ديالا. غادي تعرفوا معايا على الاماكن اللي زرتها، المطاعم اللي مشيت لهم، ثمن الكراء اللي كريت في شاون، وكل شيء غنشاركوا معكم ان شاء الله في هذا الفيديو. وما تنسوش انكم تشاركوا في القناه اذا كنتوا باقي ما اشتركتوش، وتضغطوا على زر الجرس واللايك باش يوصلكم كل جديد. مهم هنايا الانطلاقه ديالنا كانت من طنجه نحو تطوان، وفي الطريق ديال ما بين تطوان وشاون كاين هاد مطعم اولا كافي اسمه سد النخله. صراحه فيه واحد الاطلاله مزونه بزاف على واحد السد، وفيه واحد الاسباس كبيره بزاف ونقي، وكيطلع على واحد منظر بانوراميك رائع. وهنايا جا وقت الفطور وطلبنا فطور كومبلي اللي كيجي فيه البيض والخلع ولا اومليت بالخلع في هاد الطويجين هذا، ومعاه كذلك لي زاكومبانيمون ديالو فحال لافاش كيري، الجبن، الزيتون، زيت العود، واكيد معاه بواسون شود فحال اتاي ولا قهوه، ومعاه جي دورونج. وهادشي كامل كان ب 35 درهم، كان ثمن صراحه جد مناسب. هادي لا كارت فيزيت، كل واحد كيهمو الامر انه يقدر يريزيرفي على قبل، سورتو اذا كانوا ايكيب كبير اولا جيتو مجموعه كبيره. وصافي هنايا من بعد ما ارتحنا وفطرنا، صافي قررنا اننا نكملوا الطريق ديالنا نحو مدينه شفشاون، وكانت باقي لنا تقريبا واحد 45 دقيقه باش نوصلوا. وصافي هنايا وصلنا، وكانت صراحه الجو باين غزال وكان مشمش، يجيب لكم الله الوقت الربع. وصافي كنا في الدخله كنجبروا ديك الناس اللي كيعيطوا على الكراء، دونك من بعد حنايا تاستاسيونينا عاد قلبنا على الدار اللي غتكون مناسبه ولا اوتيل يكون مناسب. المهم انتم معايا وغادي تشوفوا فين مشينا. ومن بعد مشينا كنقلبوا على الديور وعلى لي زوتيل باش نجلسوا فيهم. هذا من بين ديك اوتيل اللي كنت كنجي له ملي كنجي نشاون، هذا اوتيل مدريد صراحه كان مزيون بزاف، غير هو المشكل اللي جبرنا انه ما عندوش شي فيو مزيونه، كانت ما عندهاش شي فيو كطلع على شي حاجه كبيره. من غير هاد الديكوراسيون هادي كانت مزونه، زائد كان الثمن غالي، فيها دو شومبر اللي هما مفترقين بشي 700 درهم لليله، وحنايا كان خاصنا تكون شي شومبر مجموعه ولا شي دار مجموعه باش نجلسوا فيها كاملين. بعد ما كنا قلبنا وقلبنا عاد جبرنا واحد ميزون دوت صراحه مزونه بزاف، جات في هذه المنطقه هذه فوق ديك اوتيل مدريد اللي معروف، هذا اسمه دار الضيافه بوسعيد، صراحه كان الثمن جد مناسب. انا تا ندور لكم الدويره عاد كنقول لكم الثمن باش تقولوا لي واش كيستحق ديك الثمن او لا. دونك هنايا كان في المدخل فيه واحد الصالون، هذا كان مزيون يعني كتجلس كترتاح فيه، كطلل، كانت فيها واحد لافيو مزونه هي اللي كنا كنقلبوا عليها، زائد هذا ما كانش فيه دو شونغ اللي هما معزولين على بعضهم، وانما كانت فيها شومبر وحده وماشي فحال نقولوا سويت، وهو فيه واحد دو شومبر مع بعضهم واحد سيجور. دونك هي هذه كيف كندخلوا كنجبر هذا السيجور، هذا فيها هاد لا كويزين هذه تقليديه، فيها هذيك كتحس انك في الشاون. هنا كتجي واحد لا شومبر كبيره فيها واحد لي دو بيرسون، وهنا نورمالمون كارسو يكون تي في ما باقي ما عملوهشي. هذه الشومبر اللي كانت قدامنا فيها طوالي هي هذيك، كانت كافيه لنا خمسه د الناس، وفيها هاد الاطلاله اللي مزونه اكيد كان كذلك مجهز، فيه الشوفاج، فيه هاد لي بلاكار هادو، فيه البطانيات ديالو، بحكم ان الشاون معروفه في الليل كتكون بارده، دونك كانت صراحه مجهزه ونقيه بزاف، ولي فام دو ميناج كانوا صراحه كاينين. وهذا واحد لا تيغاس اولا واحد بتي تيغاس اللي كانت كطلع على راس الماء، كانت اطلاله مزونه وصراحه في السونتر ومزيون. من بعد غادي نوريكم حتى
هاد الجهه هادي ديال لا كويزين اللي كانت قدامها هاد التواليت. التواليت فيها دوش ديك التواليت اللي هما تراديسيونيل، فيهم هاد الحمام هاد تقليدي، وفيه هاد فحال مبنيين بالحجر. دونك صراحه كانت غزاله بزاف ومزونه ومجهزه، وكانت مكالميه في الليل صراحه مزونه. بالنسبه للثمن ديالها كان 500 درهم في الليله، يعني صراحه كانت جاتنا لا خلاها 450 درهم، كانت جاتنا تقريبا 90 درهم من الواحد. دونك كانت مخيره ومزيانه بزاف. هنا غادي نطلعكم انا التيراسه اللي الفوقي، يعني ممكن انك جالسه في الشومبر وتستغل لا تيراس اللي كاينه الفوقي وجهه ديال السطح. هنا كانت هاد الاطلاله كذلك من هاد الجهه. نوريكم كذلك واحد لا تيراس من داخل. مهم كانت صراحه واسعه، كاين فين تجلس، كاين فين ترتاح، كاين فين تاكل، فين تفرج. هنايا عاوتاني عاملين فين تقدر تعصر الجو ولا القهوه ولا المهم تجلس، عندك الحريه ديال يعني حريه ديال انك تصرف كيف ما بغيتي. هنايا كانت واحد صالون كبير، كنا كنقولوا يعني في الليل نجيو نقصروا هنايا وصافي. هادشي اللي كاين في الدوره، نخليكم على فيديو. وهنا كانت جات العشيه، واخترت انني نلبس هذا الاوتفيت هذا. وبعد ما ارتحنا وجلسنا قررنا اننا نخرجوا، لان حسينا بالشمس بدات كتغرب. وصافي نخليكم مع هاد المناظر هادو. كيكونوا مسكسفين عليهم مزوقينهم، عنده واحد نتوما كتعرفوا ديك الجو الرومانسي ديال الشاون في الليل. هنا عاد كنا نجيو نجلسوا نتغداو، اييه عاد كنا نتغداو، كنا باقي بلا غدا لانه فطرنا مزيان. والصراحه مشانا الوقت اننا كندورو كنستغلوا كنستغلوا الوقت في الدوران. هنا كنبارطاجي معكم هذا المنيو باش تعرفوا الاثمنه كل حاجه كالعاده. فيما كنمشي شي مطاح كنحاول نبارطاجي معكم هاد القضيه هادي. دونك هنايا غادي نختاروا هاد الطبق هذا، كان طاجين ديال الدجاج بالخضره شلاضه، هنايا الطاجين بالدجاج بالحامض والفريت، وهنايا هاد الشلاضه هذه اللي كانت صراحه على قدها. وهذا كان طاجين ديال اللحم بالزبيب وبصل، كانوا لذادين بزاف صراحه. الشاون هي الطواجن. ومن بعد ما كملنا العشاء مشينا لواحد لاتيراس اخرى، واحد كافي فيها تيراسه كطلع لها تحت وتحمام اللي فيها جهه القصبه. كانت الدنيا بدات كتخوى شويه، حنا بغينا نحليو شي حاجه حلوه اللي هو زعزع معروفه تيتوان والشاون، فيهم زعزع مزاون. هذا كان ب 20 درهم، نسيت ما قلت لكم شي الثمن الطواجن كانوا ب 40 درهم الواحد، وكانوا لذادين بحال اللي قلت لكم. هنا صافي كنشوفوا ان الدنيا بدات كتخوى، تقريبا بقينا حنايا للخاره، كانت شي 11 ونص ولا 12 هكذاك. صافي قررنا اننا نرجعوا في حالتنا، كان هي هذيك الوقت، وقلنا انا نقصروا في الدار. صافي وصلنا هنايا عندك دار الضيافه، ارتحنا شويه في هذا الصالون بحال اللي قلت لكم، ومن بعد طلعنا باش غادي كل واحد ينعس في حاله ويجي نهار جديد. Thank you.
هذا النهار الثاني كان في الشاون بحال اللي قلت لكم. كان صراحه هذا النهار تا هو مشمش، ما كانش ديك البرد، كان صهط عادي، غير وحنا يلبسنا علينا مزيان لان كنا غادي نمشيو الجهه ديال الاقشور معروفه عاوتاني تما غادي يكون البرد. صافي كل واحد استعد انه يهز حويجاته باش نمشيو في حالتنا. طبعا قبل ما نمشيو في حالتنا كنا باقي ما فاطرين شي، قلنا تنزلوا الباجاج ديالنا في الطوموبيل عاد نمشيو نفطروا، واخترنا نفس المطاع اللي كنا تعشينا فيها البارح ولا تغدينا فيها البارح هي اللي نفطروا فيها. بالنسبة للفطور هذا كذلك كان فطور كومبلي، فيه جو دورونج، فيه اتاي ولا القهوة، احنا اخترنا اننا نشربوا اتاي، ومع هاد مسمنات هادو والحرشة كانوا لذادين بزاف وكانوا طريين حيتاش في ديك الساعة كعاد كيعملوهم. صافي كان ديك الفطور ب 25 درهم، في الحقيقة كان 30 درهم، خلاهنا 25 درهم، وهنا شبرنا الطريق نحو اقشور. وهنا في طريق الرجوع ديالنا كتكون الدخله على يدك اليمين كاين فيها اقشور، وهنا كنظن كذلك كاينين تاكسيات اللي كيوصلوا اقشور، وكانت صراحه الطريق مزونه ومشمشه. وهنا وصلنا بعد نص ساعه ميم با ما كاملاشي، ما كايناش شي طريق بعيده بين اقشور والشاون. صافي حاولنا اننا نستاسيوني، واول حاجه شفت اولا لاحظت هي ان الدنيا كانت عامره بزاف، كانوا لي زاكتيفيتي بزاف، والحمد لله الدنيا فيها الرواج على اللي كانت. وصراحة أقشور عجبتني بزاف بزاف، مع العلم أنني ديجا جيت لها وجيت لها، ولكن سبحان الله هاد المرة فحال اللي فيها الخضرة كتر وكتر، طبيعة زاد زيانات، الحمد لله المكان موجود، فحال اللي قلت لكم كان الرواج وكانت عامرة صراحة. وهانتم معايا في الفيديو. وهنا كانت شي لاربعة العشيه، صافي وصلت الساعه ديال الماكله، قررنا اننا ناكلوا في هاد المطاعم اللي كيكونوا في البدو ديال اقشور، فيهم طواجن مزونين غزالين. هنا اخترت انني ناخذ طاجين ديال الدجاج بالخضره، كان لذيذ بزاف مع الفريت، فريت كان صراحه على قدو. صافي ملي جلسنا ارتحنا تغدينا كانت شي الخامسه، قررنا اننا نرجعوا، ولكن نرجعوا على الطريق الساحليه، يعني ندوزوا على ودلا وعلى ديك الجوايه كاملين باش ندوزوا على مارتيل، وفي مارتيل نعملوا عاوتاني دويره.
وهنا وصلنا لمارتيل مع ديك 8. تعطلنا حيتاش كنا ماشي نحنا كنوقفوا كنتصوروا وكنرتاحوا. دونك هنا دوزنا على هاد ريستو باتيسري اللي اسمه اجانيف، معروفه بزاف تيتوانو في مارتيل، كنت ديجا بارطاجيتها معكم في الصيف ملي كنت جيت هنايا فواحد فلوك. هنا لي باتيسري كانوا عندهم ما بين 15 حتى 20 درهم، لي بواسون اللي كان عندهم اللي كانوا عندهم غاليين 20 25 درهم غير جو دورانج. هادو الملاح كان عندهم الماكولات مزونين، ليسباس كبير مهم مرتاحين فيه، ونوضنا نمشيو جهه اخرى. كنا صراحه مشاهين سوب د الحوت، سوب د بواسون. غير هو الصدفه اكتشفنا هذا المطعم هذا في كورنيش ديال مارتيل، كان ديزاين ديالو صراحه في شكل غريب ولكن مهم حليلو. فحال اللي كتدخل واحد المتاهه فيها واحد ديزاين في شكل عمري ما شفت صراحه شي مطعم ولا شي قهوه عامله بحال هكذا. وهنا فحال اللي قلت لكم كامل لكم دويره، كان عندهم ديك الديزاين فحال اللي تينا فتحت في الاعماق ديال البحار، ما نعرف بحال هكذا يعني، فحال اللي دخلتي شي مركبه وكل كوا عندهم في شكل. صافي هنا طلبنا هذا السوبا ديالنا، صراحه كانت لذيذه بزاف. وهنا استغليت انني نصوركم هاد ليسباس هذا، حيت قبيله كانوا الناس ما قدرتش انني نصور، ولكن اون فوا ناضوا فحالهم قلت علاش لا ما نزيدش نصور ونوريكم يعني فكره عامه اولا يعني بصفه عامه كيفاش عمل هاد المطعم هذا المطعم الغريب. وصافي من بعد ما تعشينا وارتحنا كانت تقريبا شي 10 ونص الليل، قررنا اننا نرجعوا في حالتنا، دوزنا على تيتوان باش نرجعوا لطنجة ان شاء الله. دونك هنايا غادي تكون نهايه ديال هذا الفلوك هذا، كنتمنى انه يكون عجبكم استفدتوا معايا. ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه، واذا عجبكم هذا لا فيديو قولوا لي نبقى نصوركم في حال هذا النوع ديال لا فيديو. دونك انا نقول لكم السلام عليكم، فيديو ماجي ان شاء الله، باي باي.